Aloha, Barbie. Okay, so yesterday I got a lot of questions about my makeup, so I decided to go live and show you my daily makeup, how I do my daily makeup. البارحة كنت فاتحة لايف و هواي جتني أسئلة على how I do my makeup, so راح أشوفكم شلون اسوي ماي ديلي ميك اب اللي ما يطول هواي, مع انه انا يعني اصعد فوق على اساس انه ما يطول هواي, اطول ساعتين بس راح اشوفكم شلون اسوي. طبعا اكو شويه بقايا كحله من البرحه, يعني حطيت الكحله اللي حطيتها ووتر بروف, ف مشوا لي. اول شيء ابدي بيه دائما 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 هي الكحله. اوكي, الكحله احطها, ما راح اقدر اسويها على الكاميرا طبعا, راح اراويكم. اوكي, اسويها بس على خط العين, بس يجي على خط العين, ما تسوون اكثر. اوكي, حتى بس على قد ما تسوي ثخن تبين على بالك رموشكم اثخن, تعطي شوي يعني ملامح للعين, عرفتوا؟ يجي بس على قد خط الرمش. اوكي, هسه حطينا بس على قد خط الرمش. هنا شوي صار هيجي نمشي شوية, هنا همين يجي بس يعني يشو بين العين شوية, يعني قاعدة مو نعسانة. اوكي, بعدين اجيب اذا عندكم اي شادو اسود حتى يعني يبين اللوك ناتشرال اكثر, بالشادو الاسود تمشون على خط الرمش اللي رسمتوه بالكحله او بالاي لاينر. هذا شويه لانه اللي استخدمه الاي لاينر اللي استخدمه بالنوع, انا احب يكون مات, احب كل شيء يصير مطفي, ف هذا المكياج السريع هيك يعني مالي الله خلي يطلع. اوكي, بعدين اجيب لون نود يومي عند, تعرفوني هذا كلش احبه, هلا هو النودي, هذا كلش احبه, دائما استخدم هذا النود, واخذ طويل هذا احطه هنا. هذا مكياج المستعجلين, قلم الكحلة اللي استخدمه اسمه هو من Urban Decay, اسمه Perversion. هذا اوكي, بعدين قلنا نجيب النود, اي لون نود عندكم تحطوا بس هنا, ما يحتاج لا مثبت ولا شيء, لان هذا لوك يومي ما يحتاج طن ميك اب. نو بس نحط هيك خلاص, خلصنا هاي العين, خلصنا هاي العين. اوكي, هسه قبل ما ارسم قبل ما ارسم حواجبي اجيب هذه, طبعا نزلت لكم عليها قبل فترة, هذه من ماك مسكارة مال حواجب, امسكر بيها حواجبي لانه دائما شاري اصبغة الوان فاتحة, فدائما اجيب مسكارة مال حواجب. شوفوا شوفوا اللون اللي لزقتنا, دائما اسويها لون فاتح. اوكي, شوف الفرق شلون صار هاي لونها فاتح, فاهمين؟ طبعا ايش قد تكون لون الحواجب افتح ايش قد احس احلى للوجه, خصوصا للي صابون شعرهم لون فاتح. كل شيء يزعجني اشوف واحدة صابون شعرها لون فاتح و حواجب, اخ صار اكو حادث عرضي. اسم حولي. اوكي, بس نجيبي كيوتب ونمسح هذا اللي ما نريده. اوكي, بعدين ننتظر الحواجب تنشف. ونجيب
اي لون بلمعات حتوجعوا عينكم. انت عارفه اني احب هذا الكيت من ذا بالم او بالم يا من ذا بالم صح يا من ذا بالم. احب اخبط هاي الالوان عرفتوا جوا العين. انتي لايف؟ يا ام لايف. اكسترا لاشز؟ Do you need lashes? Okay. I do. If you don't, Haya has a lot of extra. روح أخذ من هيا. روح أخذ من هيا. Okay. جوتا. Okay. No. وهنا. Okay. هي شو بس على حتى يفتح العين. هي عندها كومة لاشز هسه نفس الشيء هي تقول. Okay. بعدين نجيب لون فاتح. أي إذا عندكم هايلايتر أو تستخدمون هاي الألوان الفاتحة. انا استخدم هذه وهذه وهذه عادة اخبطهم هذول الالوان واحطهم على مدمع العين. شوف اخ شنو هاللون الحلو ما شاء الله ما شاء الله. تشوفون شلون حلوين رسم. اوكي هسه راح اخذ هذا اللون. حبايبي انا بدا اشوفكم شنو الكت بدا استخدمه وما ادري شنو اللي اردتكم. اي كت عندكم تستفادوا منه مش شرط تجيبون اللي اني عندي منه. تحطون شوي هنا همينة وهنا همينة. اوكي هسه الخطوه مال رسم الحواجب تصدقون ما الاقيها. اوكي استخدم هذا من استيزا بيفرلي هيلز. اتس نوت ذا بيست بس انا احب يعني هذا اللي جبته اخر شيء. عاده احب اللي يكون باودر بس جبت هذا. اوكي شو بس نملي الفراغات الاتيه بصح او خطا. بدأنا الفراغات الاتيه. اوكي حبيبي راح احفظه. اوكي هيجي شيء بسيطة. هسه اريد اخلي حبه نمبر 1 هنياله. هي وصفت عاركم لا بعدهم ما وصلوا بعد ذيك المرحله. لا بعد مش اقول فانيله لانه هاي عندها مصلحه على صفه ريتوديا ما ادري وين فبعدهم. اوكي اوكي خلينا بدا اشوف. اوكي هنا وين هنا 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 يعني مرتب نوعا ما. اسمحوا لي بس نعدل. حبيبي ثانك يو سو ماتش. اوكي نعدل هذا. لا ما عندي أطفال. هل تشوفيني قاعدة ومرتاحة؟ لا ماكو حد يزعجني بالبث. طيب والله أعرف صريختك من أفتح بث جهالها ما يخلوها تكون مستدى وتكون هاي فرجة بس أجي لنظف بيها الزايد ما بيها أي شيء. أوكي شو هسا خلصنا من مرحلة الآن نجي للمسكارا والمرحلة النهائية. اوكي قبل ما احط المسكارا عادة استخدم هذه منظرها شوي يوجع بس مفيدة. شو عندك صمغ؟ اي عندي سيعت مالتي ما ادري والله هو سمر. شوفي بهذا الباقي الاسود او فوق اول شيء. لقيتي؟ I think عندك اكثر من اثنين. يا اخذي واحد قلت موري خذي هذا الكامل وهذا تاخذي اخذي اي واحد مو مشكلة. لا عيب عيب لا لا عادي عادي حنينة اخذيها ادري راح ترجعين تاخذيها بعد شوي. اوكي فهسه تذكرون لما قلت لكم استخدم مسكار المسكار نفسها القديمة والجديدة فهسه راح احط من القديمة اول شيء. انا بس امشط الرموش
والله حبيبتي أنا كلش بطيئة. فهو رجعنا مستعجلة لأنه بث بطيت قلبكم لا أوكي. بعدين نجيب المليانة والمرش وينتظرها تنشف حتى ما تتلزق الرموش ويا بعضها البعض، ونحط الجهاد البصرة ويا هلا. يا الله شكيف تشبه أختي النسخة الثانية من أختي. تلاحظين كم رمشة بالثانية؟ حبيبي يا سور ترى قلبك، اسمحوا لي استخدم الكاميرا الجانبية المراية الجانبية. وهالمسكارة هم نزلتكم اياها، ما حد يقول لي ما نزلتيها. من فوائد تستخدم المسكار القديمة تحت المسكار الجديد انه ما تخلي الرموش تلزق. عرفتوا؟ حقيقة من تالي احط هواي مسكارة لانه لبس انه مكياج خفيف. اريد مكياج كلش اوفر. عادي يعني اللي يريد يحكي بأصوله وبأخلاقه وما أدري شنو يتفضل. اللي يحكي حكي مو حلو معكس غير نفسه حقيقة. فالله يهديهم. علاج البشرة يعني حسب أنت شنو نوع بشرتك تغذيتك. أحسن شيء علاج البشرة إذا عندك مشاكل بيها تشوفين طبيب قبل ما تمشين وراء أي علاج تاني ينصحوك به على السوشيال ميديا، لأن يعني من بشرة البشرة تختلف، من بيئة البيئة تختلف. كافي لحين ويا هالجمل مشاية. مخطوبة لهم الزوجة الاثنين. مخطوبة من الزوجة مخطوبة، خلينا نثبت على مخطوبة. اوكي سو هذا قبل فترة اشتريته، خل اقول لكم عليه. انا ليش اشتريته؟ اني اشتريته لانه بيها هايلورونيك اسيد، وكلش زي الهايلورونيك اسيد للبشرة، بس كلش ثقيل على البشرة. يعني مو كلش ثقيل على البشرة، وانما يعني for daily use I would go for something else. I would go for this one من جارلن. كلش كنت احبه بس خلاص. بس صفه. بس هذا اشتريته من جديد. نوعا ما حلو، الكفرج ما عالي بس احسه ثقيل مو مال ديلي يوز. اوكي اكو هنا فتشي جوا عيني. I just catch it. اوكي نحط هنا شوية. هاي عملية اللبخ. عملية اللبخ تتضمن هذا من Urban Decay. أوكي. بس قبلها بهذه الفرشة نعمل عملية لبخ. عادي تسوي الصرخ. تجي متأخرة ولا تركض جوا. ولا
عشان البخر اللي ركبه همين. لا انت بيت اسان ما عرف التنفيذ هسه نلتم هادي وبهيك صار كل شي جاهز وهيك صار كل شي جاهز. لا ما احب هاي الخطوة قبل المسكارة احط ورا المسكارة حتى اذا المسكارة دبت تشوفون اكو مرات المسكارة اذا بيجي بقايا على الوجه ف هذي في الوجه يكون يعني اسوي هاي الخطوة على نظافة. اخر شي دائما احط الفونديشن او البيبي كريم. اسمحوا لي استخدم هاي اسماركت اللي دا احطه هو تونه شوي بينه هسه فاتح على ما يقول البشرة يصير اغمق. شو سويني السور شوفوه كلش دوبي وحلو بس يعني احسب مال كل يوم بس انا سالفة لا استخدمه كل يوم على اساس الفائدة مال هايلورونيك اسيد اللي بيه هسه ان شاء الله وقعد. مهم هسه الخطوة الاخيرة وليس اخيرا استخدم هذا. ها اوكي سوري هاي شمرة سيلين جارلي جارل هذا من اور كلاس اذا تشوفوه مكتوب عليه هيلورونيك اسيد اللي هو كلش مفيد للبشره يحافظ على ترطيب البشره اثناء التغطيه. اللون اللي انا حاطته هو شل اوكي بس راح استخدم هذا هذا سوري ما خليت على منطقه الخشم ارنو يعني ما انا عندي نمش على خشمي بس يعني مو حط دائم ما حط عادة على خشمي. اوكي بس نحط شوي برونزاج هنا على متحديد. اوكي بس اجيب هذا استخدمته العفو حبيبي تدللين بس راح استخدم الورديات. الورديات عادة اخبطهم كلهم سوية ونحطه رأساً يصير كيف خليته هواية بس يعني it's okay هو اللي يسوي الميكب حلو بس هنا شوية علون حتى يندمج هذا من benefit اوكي عشان يا من بنفت كلش حلو اكو شغلة سوري حبيبي اف دي واي فدي شكرا قلبي انتي ثانك يو اوكي وهسه نجي لل دائما تسألوني عليها هذا اللبام ما احب احط دائما حمرة يعني خاصة فترة النهار هم ترطيب وهم لون خفيف. خلصنا شو رأيكم حلو صح حلو خفيف وعملي صح بقى انا بطيئة يعني اللي سريعة حتخلصه بخمس دقائق انا ما ادري ايش صار لهذا البث يشتغل بس انا بدي البث بداية بي بس we're done. شنو رأيكم؟ تقدرون بعدين تضيفون عليه وتسوون مكياج يعني أغمق بس أنا أحب هيجي. هذا اسمه
جوتشي من سيفورا مو حمرا لب مرطب كلش احبها فبس احبكم كلش 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 هوايه اذا تريدون تعرفون شنو المواد اللي استخدمتها قولوا لي وانا اسلكم اياها كلها ريت هيك اسوي بث خفيف ولطيف البارحه هوايه جتني اسئله عن الميك اب اللي كنت حاطتها فقلت انزل لكم شغلات اللي استخدمتها المسكرة اللي استخدمها هي كلينيك شغلات اللي استخدمتها احبكم كلش هوايه مره ثانيه وثالثه واتمنى لكم يوم سعيد اللي رايحين تنامون تصبحون على الف الف خير